بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا الصلاة للنجاة من حوادث الطريق. الشهر ده بس عندنا كذا حادثة في الخدمة فجت على الطبطاب. يعني الأول من قبل موعظة أقول لكم أرجوكم اللي بيسوق فيكم ما يمسكش موبايل، لأن دي أصبحت من مشاكل السواقة المزعجة في مصر. ومهما كان الواحد متمكن ومركز، مسكة الموبايل وهو سايق دي عدم أمانة تجاه كل الناس، تجاه نفسه وعيلته والشارع، لأن الغلطة بتيجي في لحظة. وبعدين حتى لو أنت بتسوق كويس مش عارف اللي حواليك بيعملوا إيه، ومجرد تغفل بعينك تبص في الموبايل ممكن في اللحظة دي يكون واحد بيعدي. فكمية حوادث بقت مهولة بسبب الموبايلات. فأرجوكم بلاش حد يمسك موبايل وهو بيسوق أبدا، لا يرد ولا يعمل تليفون ولا يبعت رسالة ولا أقصى يكون مشغل وعظة، طبعا دي تبقى حاجة كويسة. كذلك اللي بيعدوا الطرق وبرضه ماسكين موبايل، معروف ان الانسان بيتشتت. اولا تعديه الطرق في مصر دلوقتي قصه، يعني مش حاجه طبيعيه، مش موجوده في العالم كله. يعني مفيش طريق بالعرض ده مسموح للمشاة يعدوه في اي بلد في العالم، لكن احنا يعني الحمد لله كله بينفع، بس ده في منتهى الخطوره. فارجوكوا لو مضطر تعدي مش وقت خالص تبقى ماسك موبايلك، لان برضو الواحد بيشوف ناس معديه والعربية تشطها وهو مش مركز، مركز مع التليفون. فدي يعني شوية حاجات مش قادر ما أقولهاش كأب خوفا عليكم بسبب اللي الواحد بيسمعه وبيشوفه كل يوم. طبيعي برضو موضوع السرعة، مش محتاجين نقول إنه السرعة دي عملية مزعجة، لأنه اللي بيعاوز يوفر وقت ممكن يضيع العمر كله. ففي الوقت اللي يتهيأ لك إن أنت هتوفر وقت بالسرعة طبعا تقلب العربية أو تخبط حد أو، فكل دي حاجات تخوف عموما يعني. إنما خلينا نقول كلام روحي. حوادث الطريق أحبائي، خلينا دايما نبدأ أي مشوار بالصلاة. أي مشوار علمونا أبائنا كده، تركب العربية تقول أبانا لازم، أوتوبيس نفس الكلام، طيارة نفس الكلام. طيارة بقى يبقى مش أبانا الذي بس، تاخد التالتة تاخد الستة تاخد الأجبية كلها، شوف وقتك يعني. فيبقى بداية أي مشوار لازم نصلي. كمان استفيدوا أن المرور بطيء أو المشاوير كثيرة أو السفر كثير، السفر ده اعتبره دايما فسحة مع ربنا. أي سفرية طالما قعدت في العربية اعتبر ده وقت ربنا. وقت ربنا يعني حاجة من اتنين، يتكلموا يتسمعوا. تكلموا دي سهلة، أي حاجة حافظها هتقولها، أو إن كان تسبيحة شغالة تقول معاه. تسمعوا يعني وعظة شغالة. صدقوني في ناس كتيرة مستفيدة جدا من وقت العربيات. في ناس عاملة لنفسها برنامج روح، بالذات اللي بيقعدوا مسافات، فبيقولك أنا بسمع ساعة ونص كل يوم، بخلص تفسير مش عارف إيه، بخلص السواعي، أخلص تسبيحة. شاطرين ناس عاملة لنفسها برنامج، لأن وقت العربية ده هنجيبه إزاي، هنعوضه إزاي. فبدل ما الواحد يبقى متململ وزهقان، ربنا يوحنا زمان لما قلنا له يعني الواحد بتعطل فبتضايق، قال لنا مبدأ جميل، بدل السكة وقفت يبقى ربنا عاوزك تحكي معاه. فلما الطريق يقف ما تتضايقش، مش مهم المشوار، هو ربنا بيقول لك تعال نحكي، انت وراك ايه؟ ما نقعد نحكي. المنطق ده يخليك دايما منتبه انه يعني بدل ما نبقى دايما المشوار الغرض منه نتيجته، هو المشوار نفسه بقى مفيد، الرحله نفسها بقت فيها بركه. اللي عنده اولاد وراكب عربيه يستفيد بوقت العربيه انه يحكي مع اطفاله. برضه الوقت مقصر مع الاطفال. انا بشوف انه اللي بيوصلوا مدارس لو هم واعيين العشر دقايق اليومية دي، أذكر أبونا في لوباتير كان بياخد ولادي وولاده ساعات يوصلهم المدرسة زمان،
حفظهم الساكن في عون العلي وحفظهم كذا مزمور. فحسيت وقت العربية ده حاجة مفيدة جدا، لو الواحد بص له بصة إيجابية يا إما هيصلي يا إما هيستفيد يا إما هيقضي وقت مع أطفاله. كل دي حاجات مفيدة تخلي وقت السفر قيم في حد ذاته، له قيمة مش حاجة بسيطة. ولو كانت السفريات طويلة يبقى الواحد حاسس إنه دي خلوة، خلوة بعيدة عن الدنيا كلها، بالذات بقى لو سفريات طويلة أو طيارات أو ما شابه. موضوع الحوادث عموما طبعا بيجي فجأة وبيجي من غير توقع، ففي رسالة هنا هي الاستعداد الدائم. يعني أي حد مسافر وحصلت له حادثة عمره ما كان متوقع إن الموضوع هيقلب حادثة. أذكر من الحاجات اللي علقت في دماغي لما كنت زمان قبل الكهنوت ماسك أعداد خدام، يوم العيد واحد من ولادنا حصلت له حادثة صعبة قوي وكسر في العظمة، وكان العيد كله اتلخبط بسبب إن الشباب الدفعة كلها اتشدد بسبب الحادثة يوم العيد. فالحوادث مؤلمة حتى لو كان فيها بركات زي أي تجربة، لكن بتيجي من غير وقت، بتيجي من غير ميعاد. وده يخلي الواحد منتبه انه حتى لو انت صحتك كويسه ربنا يحميك، ده مش معناه انك بعيد عنك قوي انك تموت مثلا، لا ما فيش حاجه بعيده دلوقتي. في لحظه كده بتيجي حادثه مش متوقعه. ساعات حتى في البيوت كهرباء مش عارف حريقه، مش عارف حاجات غريبه بقت تحصل في كل حته. اذا توقع النهايه مش بيضايقنا ولا يزعجنا، لكن بيخلينا مستعدين. يبقى الواحد يعني مظبط حساباته مع ربنا، عايش حياة قداسة، بيحب الناس كلها، لأب اعتراف، بيتناول بانتظام، بيهرب من الشر، بيحكي مع ربنا دايما. فيبقى اللي عايش مع ربنا مش منزعج من الطوارئ والأخبار والمفاجآت. طبعا احنا عارفين انه مفيش مفاجآت بالنسبة لأولاد ربنا، هي في ترتيبات. يعني حتى الحادثة بتبقى ترتيب إلهي. أولاد ربنا مفيش عشوائيات في حياتهم، كل حاجة بتحصل بتبقى مترتبة. أذكر مرة واحد حصلت له حادثة جامدة وقعد 6 شهور في السرير، وكنا لسه طلبة في الجامعة. قال لنا أنا ما كنتش أعرف ربنا قبل كده، يعني 6 شهور دول رجعوني ربنا. أول شهرين كنت معترض وبلبخ في ربنا، بعد كده ابتديت أقرأ الإنجيل، ما كانش فيه بقى يعني سيديهات والكلام ده زي دلوقتي، لكن ابتدى يقرب من ربنا. على آخر 6 شهور بقى يشكر ربنا على الحادثة، وبقى حاسس إن هي دي اللي عملت النقلة الكبيرة اللي في حياته. موضوع حوادث الطريق بيخلي الكنيسة تقول وشيت المسافرين. أذكر كان دايماً أبونا مرقص الله لنا يحرحه، بتبقى طالع أوتوبيس رحلة، بالذات الرحلات البعيدة بتاعت مرسى مطروح وكده، يطلع بنفسه كل أوتوبيس يصلي لهم وشية المسافرين. وكان يضحك ويقول نصلي وشية المسافرين بدل ما نصلي وشية الراقدين. عندنا وشية تانية اسمها الراقدين، يعني اللي يمشوا نصلي لهم، فنصلي المسافرين بدل ما نصلي الراقدين. ربنا يحمينا، لكن خلينا نتعلم حياة الصلاة بحيث تبقى مغطية كل حاجة، تحمينا من التجارب، ولو ربنا سمح بتجربة تساعدنا على احتمالها ونعديها على خير. لكن أرجع تاني وأقول المحاذير بتاعة استخدام الطرق. احذروا من التهاون في الطرق. غلطة واحدة بتكلف كتير قوي، وممكن تكلف شخص حياته ما كانتش كلفتك أنت. لسه كان عندي واحد عمل حادثة موت واحد، ضميره معذب، هي هو طلع يعني من القضية لكن ضميره معذب، مش عارف يعيش لأنه مش قادر يعني ينسى أنه في واحدة راحت سايبة عيال، عشان كان بيجري في السكة. حتى لو طلع أنه بريء كحادثة، لكن العذاب الضمير ده مش حاجة بسيطة أبدا. ربنا يحمينا كلنا ويحميكم كلكم لإلهنا كل مجد وكرم.